مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم البيراميدز في الشوط الاول وشوط غير متوقع من النادي الاهلي. لا، ما غير متوقع، لان انا زي ما قلت لك قبل المباراه، انت ده مباراه نص ملعب. حتى التعليمات بتاعه مجدي قفشه انه يلعب جوه جنب السنتر فيرود وسايب المنطقه الاستلام بتاع، يعني اي حد جاي من ورا بتدور على اي حد في نص الملعب اللي هو يقدر يلعبك الكوره ويطلع اطرافك ويعمل التمريرات اللي هي تقدر تبقى المثلثات اللي احنا بنتكلم عليها وتحركات اللعيبه. عنده تعليمات انه يروح يقف انسايد ليفت هناك جنب حسام حسن اللي بالشكل الثاني رايح ناحيه اليمين خالص وبينزل يستلم هو الكوره. انا ما اعرفش تريك انا ما فهمتوش، مع جوده لاعبي نادي بيراميدز واستلامهم للكوره ورؤيتهم والضغط عليك انت اصلا، فلازم كل الحاجات دي كانت تتغير من على الخطوط، تتغير من الشكل، تدور من جوه الملعب، تحس انك انت مش قادر تروح للجون ولا مره، مش قادر تعمل جمله واحده تروح بيها على الجول. يبقى في ميكانيزم غلط في الملعب. تاني حاجه، انا كلمتك وسالتني على صلاح محسن، عشان كده انا قلت لك صلاح محسن ما ينفع ديانج اللي يلعب قدامه قفشه واثنين فراوده، كويس. هتضطر دلوقتي تطلع صلاح محسن وتلعب ديانج وتطلع حسام حسن وتلعب محمد شريف. انت كنت في غنى عن كل ده. لما تيجي تلعب لازم تلعب بالزيادات، مش بتنقص فرقتك عشان تنزل لعيب تاني. وعلي معلول لازم يلعب في نص الملعب، مش هينفع يلعب في المكان ده. تلعب بقى 3 4 3 زي ما كنت بتلعب. وكابتن محمد عبد المنعم، احنا غلبنا نفسنا، يعني الهدف اللي جه ده احنا اللي غلبنا نفسنا، والهجمه الخطيره اللي الراجل حط رجله وراحت في العارضه من نفس المكان، احنا اللي غالبين نفسنا. احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا مش مركزين في الرقابه، كورتنا الثانيه على طول مقطوعه، الباص كل لعيب بيدي الباص لعيب اختبار مش سهل قدامه، لا يدوله ورا، يا يدوله قويه جدا قبل ما يوقفه يكون ضغطه عليه. بعاده فرقه بيراميدز النهارده، بيراميدز احسن منك النهارده في كل حاجه، استلام كوره واستحواذ، ومن الطبيعي ان كان في هدف. انت ما فيش حاجه انا قادر اتكلم عليها في الشوط الاولاني اقول انا كنت هتعادل. يعني لازم احنا تغييرات سريعه، ولازم فكر الميكانيزم بتاع الملعب كله يتغير. صحيح كابتن علاء، بالرغم ان احنا اتكلمنا على نص ملعب بيراميدز الشوط الاولاني وقلنا ازاي هيلعب الاسلوب دوت، الا انه سيطر على نص الملعب وبالتالي كانت لي الافضليه في الشوط الاول. بص يا ايمن، هقول لك وجهه نظري ممكن تبقى غلط، بس يعني ده اللي انا شايفه. واضح ان مباراه الكاس مأثره عليك لحد دلوقتي. مأثره على مين؟ ما هو الراجل ما كانش موجود. على لعيبتك. على اللعيبه. المباراه اللي عملتها مع بيراميدز في الكاس والسهوله واللعب والملعب كله مستحوذ عليه والنتيجه العاليه مأثره على لعيبتك النهارده. استسهال المباراه. استسهال الخصم. اللي هو لا، ده انا احسن وانا اقوى، وهم بيحبوا يحضروا ودايما نص ملعبهم مفتوح وعندهم مساحات. هو ده اللي حصل. فوجئت النهارده ان نص الملعب اللي انا اتكلمت عليه كله ما فيش حاجه اتغيرت. هو نفس الكلام، بس هو بيعمل حاجه، هو اللي ضغط عليك من قدام كويس، وفي مساحه موجوده في نص الملعب، بس انت عامل المشكله النهارده. انت ما فيش كوره النهارده بتستحوش، انت النهارده لغيت نص ملعبك وبتلعب كوره. هو مستحوذ عليها كويس قوي، وهو اللي ممتلك نص الملعب، وهو اللي بيتحرك كويس النهارده. اللي فرق معاه حاجه عملها النهارده وليد الكارتي، بس هو اللي النهارده فرق في كل الاداء ده. وعبد الله السعيد مع رمضان السيد عاملين، مع رمضان صبح عاملين جبهه ممتازه ناحيه كريم. انت بتفقد الكره بسرعه ايمن. المشكله ان الكره الثانيه مع ان لعيب واحد بس في النص عندهم بياخدوها، ودي ما دي الحاجات اللي بتديك دايما انك تبقى احسن، دايما تبقى انت متميز في الكور دي. الكره الثانيه والاستحواذ، هو واخد منك الحاجتين دول، هو اخطر الشوط الاول. و1-0 بصراحه مستحق، عشان بس نتكلم يعني نتكلم كره صح، مستحق، لان انت ما هددتش، ما حاولتش ولا قبل الهدف ولا بعد الهدف. لازم هدوء، ولازم لو في تغيير لازم هيقول كابتن شريف تحصل بسرعه، ولازم التفكير نفسه يتغير بتاع اللعيبه. المباراه صعبه، لازم هدف وبسرعه عشان ندور الهدف الثاني ان شاء الله. صحيح كابتن اسامه، ليه النادي الاهلي لجا لاسلوب اللعب الكرات الطوليه الشوط الاولاني؟ وشفنا في بعض الاوقات قفشه بدل ما بينزل يستلم لا بيكمل ورا حسام حسن. هو في اكتر من سبب عن المباراه اللي فاتت فارق معاك كتير قوي. اولا هم احيانا بيضغطوا عليك من الامام، فبيضطر الشناوي يلعب كور طويله. الكور الطويله كلها اسامه جلال وعلي جبر بياخدوها، والثانيه هم بياخدوها بالزبط. سواء توري اللي عامل مباراه كبيره هو والكارتي وعبد الله السعيد في نص الملعب، او بتتلعب مره واحده طويله من علي جبر، المهم بترتد اللي هي الكور الطويله دي. المشكله اللي عندك
انت حركتك اقل كتير جدا عن الماتش اللي فات. في بطء كمان في ناس كتيره جدا بتلعب بالثبات. احمد عبد القادر، صلاح محسن، كريم فؤاد، علي معلول، دول الاربعه اللي المفروض شغالين على الاطراف، على اطراف الملعب. مفيش ولا اختراق في مواقف واحد ضد واحد ولا حركه بدون كره. كل كره صلاح محسن بيستلمها بيروح مرجعها لتحت. انت المخترق يا وسام، انت المخترق على الاطراف. والعكس يا اما واقف اوف سايد. مظبوط. نفس الشيء الناحيه الثانيه، احمد عبد القادر 45 دقيقه تقريبا. زي شوف احنا قلنا احمد عبد القادر لما نزل الماتش اللي فات قلب الماتش. أي. النهارده احمد عبد القادر تقريبا 45 دقيقه لا اكنه مش موجود في الملعب. فانت اطرافك وحش. ثالثا قفشه بيطلع قوي مع حسام حسن كراس حربه. قفشه هو اللي بيحرك فرقه النادي الاهلي. مظبوط. مش مفروض الاستحواذ والكلام ده ماشي حمدي فتحي والسوليه يعملوه، بس قفشه لما بيسقط معاهم وبيستلم من تحت بيعرف يلعب الناس اللي قدام. صحيح. فكل الكلام دوت فيه مشكله. فهم طبعا افضل في الشوط الاولاني، لكن نتمنى يحصل تغييرات الشوط الثاني والحركه الله. تبقى افضل باذن الله. التغييرات والحلول الهجوميه الشوط الثاني يا كابتن بلال. لا يا كابتن، قبل التغييرات والحلول الهجوميه انت عندك ثلاث مشاكل مهمين جدا في الماتش النهارده في الشوط الاول قبل ما تلجا للتغييرات. اول حاجه عندك عمليه الضغط. انت الرباعي الامامي عنده مشكله كبيره جدا في الضغط على الخصم في الشوط الاول. ماشي. دي اللي كانت موجوده في مباراه فيوتشر، كنت بتنفذها بشكل رائع جدا. فانت النهارده غيرت اسلوب اللعب، هو اللي بيضغط عليك وانت اللي بتلعب كرات طوليه مش الستايل. هو وداك الحته مش بتاعتك. معنى انت قلت ان هو ردود الافعال هتبقى من بيراميدز في البدايه. المفترض كان المفترض انك تكمل على اللي بنيت عليه المباراه اللي فاتت. دي رقم واحد، الضغط من الرباعي الامامي اذا كان صلاح محسن ممكن يتغير وينزل مكانه محمد شريف ولعب هو طرف ملعب. تمام. او ينزل يعني هو ده المفترض يبقى في الوقت الحالي. احمد عبد القادر كمان لازم يبقى افضل من كده بشويه. النقطه الثانيه عندك الانتشار في الملعب، الانتشار بتاعك التحركات النهارده من غير كوره يعني سيئه للغايه. كل واحد بيستلم في مكانه، محدش عايز يتحرك. تمام. 10 متر اللي جوه الملعب من اللعيبه الوينجرز، الاثنين الوينجرز بتوعك عايزين يستلموا كرات في رجليهم، يا اما كرات طوليه جدا، ودي بتبقى عمليه صعبه جدا لان انت اطرافهم سرعة جدا. الاثنين السنتر باكس بتوعهم طوال قوي، فبالتالي الكرات الطوليه مش لصالحك. فالنهارده لابد ان يكون في حركه جيده من لعيبه النادي. النهارده مفيش اي تحرك خالص للاسف. الاستلام النهارده كله عايز يستلم في رجل او عايز يستلم كره طويله جدا، فبتبقى صعب عليك. ثالث حاجه، انت النهارده الكي بلاير بتاعك مجدي قفشه اللي انت اتكلمت عليه يا كابتن، هو ده المفترض المفتاح اللعب بتاعك. صحيح. الراجل اللي انت بتدور عليه في الملعب. يعني كل فرقه بيبقى عندها لعيب بتدور عليه عشان يصنع الفارق. مزبوط. عشان هو اللي يعمل اللمسه الاخيره، عشان يعمل الاسيست، عشان يعمل الكي باس. النهارده مجدي النهارده كل كوره عايز يستلم ما بين الاثنين السنتر باكس. فالنهارده فدي مشكله كبيره. صحيح. فلازم يبقى في تغييرات في طريقه اللعب نفسها قبل ما يبقى في تغييرات في اللعيبه اللي موجوده بره. نتمنى تغيير الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي باذن الله في الاداء والنتيجه. نروح لفاصل ونرجع حضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.